نروح للإمارات العربية المتحدة. معنا القس بيشوي فخري، أمين راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس لأقباط المصريين في أبو ظبي. أهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا استاذه ساره، اهلا وسهلا. عايزة أعرف من حضرتك اللي تابعته في سير تصويت المصريين في الخارج، أكيد لاحظت حاجة، وواضح كمان من وجه حضرتك ومن ابتسامتك إنك كنت سعيد مما رأيت. اشكر ربنا جدا جدا. يعني حراك وطني جميل مفرح تلقائي قوي، جاي بدون اصطناع، والناس عندها حنين كده للوطن. جميل لما مصر بتنادي ولادها بيلبوا، ده شيء كويس. احنا طبعا ابتدينا من قبل كده في التوعية، وكان في لقاءات كتير مع اولادنا على أهمية الأيام اللي جاية 1 و2 و3 ديسمبر، وقلنا لهم بالرغم طبعا إن كان أول يوم يوم عمل في دولة الإمارات، ولكن ابتدى يتزايد الإقبال شوية شوية مع تقدم اليوم، أو مع يعني تقدم ساعات اليوم، لحد ما انتهى العمل الساعة 5 تقريبا، وكان في إقبال رائع بعد كده في النص الثاني من يوم الجمعة وطوال يوم السبت. ونشكر ربنا حتى يوم الأحد النهارده كان في إقبال جميل جدا من السفارة، وإحنا على فكرة بننتهز الفرصة دي عشان نشكر السفارة المصرية في دولة الإمارات على الترتيب الراقي جدا والإبداع والنظام والرقي في الاستقبال وعملية الانتخاب نفسها. كانت يعني كزي عرس انتخابي، كان جميل، والناس حاسة، أنتوا عارفين حضراتكم لما عشان احنا بعاد جسديا عن مصر ولكن قلبنا دايما في مصر، فلما بندخل السفارة ونقابل بعض هل بيبقى زي البعد او ان انتم مش عايشين في مصر بيخليكم عندكم حرص اكبر للمشاركة في التصويت، ولا بيخلي الفكرة اكتر انه ما انا مش موجود هناك فصوتي مش لا هيفرق؟ بالعكس، بالعكس احنا دايما يعني احنا قلبيا في مصر وبالجسد او فيزيكال يعني بره، ولكن قلوبنا مع مصر دايما. واحنا حتى في اولادنا في التربيه الكنسيه وفي العظات اليوميه احنا بننمي حته الوعي لاولادنا وحتى الجيل الجديد الشباب، ان احنا انتقلنا من مرحله الاستفتاء الى مرحله الانتخاب، ودي خطوه مهمه جدا لازم نشجعها بقوه.